يا مصطفى. اهلين وسهلا حسيب بيك. يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا سيدي. شو أخبارك؟ شلون شغل معاه؟ الحمد لله ماشي الحال كتير كتير. ويا ترى سألت لي عن الجاردينيا إذا بتعيش بجنينتنا ولا ما بتعيش؟ يا سيدي سألت لكم هي بدها حرارة عالية وعنا بجنينة هون ما بتعيش. أيوة أصبح الله يرضى عليك جيب لنا كم تنكة فل، فل أبيض، الوالدة الله يطول عمرها بتحب الفل كتير. على عيني وراسي يا سيدي. وإذا ما بصير سألي جيب لي كم عرق زنبق من هذه اللي له ريحة بلدي، ما بدي إياها للمنظر بس. أمرك سيدي. خذ لك. هي إلك وهي لأبو راميز. الله يطول بعمرك يا سيدي، تفضل كل سامي يا سيدي. تسلم تسلم. تعال إلك شو تساوي بجنينة، تعال. شرف سيدي شرف. قلبي على الطبع اللي عنده ما بيهنا له عيش اذا ما ساير الشغيله كل يوم وحكى مع هون وسايرهم وسال عن احوالهم. مزبوط مرت عمي، بس بيني وبينك عم يدللهم كثير، بخاف بعدين ينجلقوا. اي لا لا ما بينجلقوا ولا شيء، كلياتهم اوادم وبيحلفوا بحياته قسم، بحبوه من جوات قلبهم. ما اختلفنا، بس عم يفطر معهم كل يوم جمعه. ولا مو بس هيك، هداك اليوم فات على غرفة الناطور وعمل تتبيلة الفول بإيده وقعد على الأرض مع الجناينية والطباخين وصار يأكل فول والزيت يشر من كواعه. يسلم لقلبي على هالطبع الهني اللي إله، طالع لأبوه الله يرحمه، هداك هيك كان مثله فرد شكل. صحيح التواضع حلو ما حدا بيقول العكس، إيه بس مو لهالدرجة. بعدين لا تنسي إنه حسيب قاضي الأمور الخطيرة ومركزه تقيل. دخيلك أنت ومركزه، شو يعني؟ رح ينهز مركزه إذا جبر بخاطر هالفقرة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مرحبا أمي. أهلين تقبرنا الله يرضى عليك. شلونك لميس؟ الحمد لله ماشي الحال، تأخرت شوي ما هيك؟ صحيح، بس تأخري اليوم له سبب مهم جدا. شو بده يكون يعني؟ أكيد شي محامي من هالمحامين كانت مرافعته طويلة شوي. لا والله يا لميس ما حزرتي هالمرة منوب. هو يعني أنا شايفتك مبسوط شوي ومشقرق، بقى شو القصة؟ يا ستي بالمختصر المفيد اليوم عفوني من منصبي. شو عم تقول انت؟ سرحوك من شغلك؟ يعني رح تترك الوظيفة لك امي؟ ايه والله يا امي هذا اللي صار، وقبل ما يخلص الدوام بشوي تبلغت. اضرب عليك يا حسيب، بس شو السبب لك امي؟ يعني هيك من باب للطاقة سرحوك؟ يعني لاعطين عليك شي شغلة لا سمح الله؟ لا ما لهم لاعطين شي، بس القيادة هيك ارتقيت. والله يا حسيب هي مو خبرية بنوم، عن جد انقهرت. وشو بدك تعمل لك امي؟ بدك تضلك قاعد بالبيت؟ لا طبعا بدي روح على الشغل. انو شغل هاد؟ ما قلت سرحوك؟ صحيح سرحوني من منصب قاضي الامور الخطيرة، بس بالمقابل رفعوني وعينوني بمنصب قاضي التحقيقات الاول. عن جد عم تحكي؟ ايه والله، وبكرة رح داوم بمكتبي الجديد. ايه هيك، الف مبروك يا امي، ألف مبروك يا عيوني. والله لو بعرف زلغت لك انزلغطت. الله يخلي لنا ياكي، كله برضاك يا أمي. دبر قلبي. بس بتعرف أني عتبان عليك يا حسيب؟ لا، ليش بقى؟ ما عاش العتب. يعني ليش ما قلت لي أنه بدك تترفع؟ ضروري تترك لي إياها مفاجأة. صدقيني يا لميس أنا نفسي ما كنت عرفان. معقول؟ مثل ما عم قلك. يعني ما أخذ رأيك قبل ما يرفعوك؟ هلأ إذا واحد بدهم يعزوه ويعلوا مراتبه ضروري ياخذوا رأيه؟ وعلى فرض أخذوا رأيه رح يرفض يعني؟ طب شو مهمة قاضي التحقيقات الأول؟ يعني شو طبيعة القضايا اللي بحقق فيها؟ هو مهمة قاضي التحقيقات الأول التحقيق مع المسؤولين الكبار ومحاسبة المرتكبين والمقصرين يلي بتحولهم القيادة لعندي. دخلك؟ طيب شو صلاحياتك بالنسبة للأحكام؟ صلاحياتي بحدد القانون. والله بعرف، بس قصدي يعني فيك تحكم مؤبد إذا اقتضى الحال؟ لا مو أنا اللي بحكم، أنا بقترح الحكم بالإعدام أو المؤبد إذا دعت الضرورة. لا يا أمي لا، ورضاي عليك لا تقترح أي حكم بالإعدام لأي شخص كان، وخليك رحيم بعباد الله سبحانه وتعالى، وحاول إنك تقترح العقوبة الأخف لك أمي، لأنه مثل ما بيقولوا مثل ما العدل مطلوب الرحمة كمان مطلوبة. أنا ولك ابني ست مريضة وما بتعرف إمتى ربنا سبحانه وتعالى بياخد أمانته، فأخليني مسرورة منك سواء بحياتي أو بمماتي. الله يطول عمرك يا أمي، بس مو أنا حسيب.
اسمع مني ولا تزعلني، الله يحن عليك. وإذا بدك ياني ضل رضياني عليك دنيا وآخرة، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك، وخاصة الإعدام، لأنه هالروح لك أمي اللي الله وهبنا ياها، هو وحده اللي بيسلبنا ياها وبيحرمنا منها. بس يا أمي. خلاص حسيب، الله يرضى عليك، ما عاد بدي نقاشات بهالموضوع. يلا لك أمي، قوم على الغداء أحسن ما يبرد. يلا. صباح الخير جمعنا. صباح الخير استاذ. كيفك اليوم؟ الحمد لله استاذ ماشي الحال. بعت الفاكس على مجلس الوزراء اللي قلت لك عليه؟ نعم استاذ. شبك اليوم وشك اصفر ومرتبكي، مريضه شي؟ لا لا ابدا استاذ ما بني شي. اصبح الحقيني على المكتب واعملي لي قهوه وهاتي لي معك البريد لحتى اوقعه. عفوا استاذ. نعم استاذ، في عندك زوار جوا بالمكتب؟ زوار؟ بس انا ما عندي مواعيد صباحيه. صحيح، بس هدول فاتوا غصب عني وما قدرت امنعهم. طيب ماشي الحال، يعطيك العافية. صباح الخير. صباح الخيرات. شو ما تعرفنا على الشباب؟ استاذ طاهر، مطلوب القبض عليك واحضارك للتحقيق. شو السبب؟ ممكن اعرف شو السبب؟ نحن ما علينا للتنفيذ، تفضل معنا لو سمحت. طيب خبر الاهل بس. عفوا غير مسموح بهالشيء، خذوا شباب. شو ماذا؟ خير استاذ في شيء؟ بس 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 يلا. الو اهلين حسيب، طمني شو اخبار مرت عمي؟ ان شاء الله طلعت من العنايه المشدده. شو هالحكي؟ يا لطيف توفيت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طول بالك حبيبي، طول طول بالك. يلا انا هلا بجي فورا، مع السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله. الاسم الكامل؟ طاهر الشريف زند الحقصي. اسم الام؟ زهيرة الزعفراني. السكن؟ غرب المالكي شارع هارون الرشيد. العمر؟ 47 سنة سيدي. ايه يا طاهر، أنت متهم بالتقصير والتسيب والاستهتار بمصالح الناس ومتطلبات الجماهير والتفريط بالثقة التي منحتك إياها القيادة، مما يجعلك غير كفء لتسلم المنصب الذي أنت فيه كرئيس مجمع للبلديات. وخلال تسلمك لهذا المنصب وردت إلينا عشرات المظالم والشكاوى، ورفعت عليك عشرات القضايا والدعاوى، كلها تؤكد على أنك مسؤول فاشل وإداري منحوس لا هم له إلا أن يقبض رواتبه وتعويضاته وحوافزه وأذون سفره ومهماته، ضاربا عرض الحائط بأمان الناس، صاما أذنيك عن همساتهم، صرخاتهم، شكواهم، نجواهم، شجونهم، شؤونهم. فهل تظن يا طاهر أن منصبك هذا تشريف لشخصك؟ أم أنه وسيلة لخدمة المواطنين؟ وهل غاب عن ذهنك أنك في منصبك هذا مهما على عبارة عن خادم متواضع لمصالح الوطن والمواطنين؟ بابك دائما مغلق في وجوه المراجعين كما يتضح لي من التحقيقات وأقوال الشهود والوقائع. الضوء الأحمر فوق مكتبك منار باستمرار، وأنت تعقد الاجتماع تلو الاجتماع. فما فائدة هذه الاجتماعات إن لم تكن مسخرة لخدمة الناس؟ بالإضافة لذلك، لم يرك أحد على وجه الإطلاق تقوم بزيارة واحدة لبلدية واحدة من بلدياتك، وهي كثيرة. لم يرك أحد مطلقا في جولة ميدانية تحتك فيها بالناس وتستمع لمطالبهم. ثم إنك تلتمس الراحة في مكتبك، تلتذ بدفء الشوفاه شتاء وتنعم ببرودة الكونديشن الناعم صيفا. أما معاونوك فبليدو الحس والإحساس، والسكرتيرات مائعات غنيجات مدللات، والكل يقوم بما توصيهم به من صرف الناس عن بابك بغلظة وفظاظة ومماطلتهم في أمورهم مماطلة سقيمة. وإنك كما وردنا هنا جعلت مكتبك في الطابق الأول، فسيحا مريحا
مؤثثا بأفخر أنواع الأخشاب والموبيليا، مضاءا بأجود أصناف السبوتات، مزينا باللوحات الزيتية والنباتات النضرة. أما المكاتب التي لها صلة مباشرة بمصالح المواطنين والمراجعين فقد جعلتها في الطابق الثامن، حرصا منك على إغاظة المواطنين وملء قلوبهم بالحقد على مسؤولي الدولة، غير عابئ باعتراضاتهم، غير مكترث بمريضهم أو كبيرهم أو عاجزهم. بالإضافة لهذا فقد أصدرت أمرك بإقفال الأسانسيرات وتعليق لوحة معطل على كل أسانسير، والأدهى من ذلك أن موظفينك أنفسهم يعانون من الحر اللاهب في مكاتبهم، ولا كونديشن هناك ولا ما يحزنون، فعلام هذا؟ وهل أنت ابن الأكرمين العليين والمراجعون أولاد المنبوذين والمجذومين والجربانين يا طاهر؟ على كل حال ما هذه إلا مقدمة لم تترك لي فيها مجالا لأمدحك، وكان لزاما علي أن أذمك وأقدحك. أما المجريات والوقائع المحسوسة فهي كالتالي. يقول الشاكون والمشتكون: ملأت شوارعنا الحفر وانعطبت سياراتنا، وإذا ما أنزل الله المطر طافت سياقاتنا، ثم إن الريجارات مكشوفة متوضعة في منتصف الشوارع، والمطبات غير المدروسة تفاجئ السائقين، الأرصفة عالية، أعمدة الكهرباء مطفأة، النيونات محروقة، خطط تعريض الطرقات ارتجالية، يعني طريق المصايف ما بيحلالكم تعرضوه وتحفروه وتنكتوه إلا بأول الصيف عند قدوم السياح، والألعن من هالشي كله أنت تارك شوارع البلد بدون تسفيت يا أخي. إعليم الله صارت شوارع مدينتنا مثل الضيع بأيام الأربعينات والخمسينات، ويمكن كانت وقتها أحسن. وبصراحة ما عم تفرق معك لا شارع رئيسي ولا فرعي ولا أوتوستراد ولا محلق ولا معلق، كله محفر شر تحفير. فليش ما عم تزفت الطرقات يا طاهر؟ ليش هيك عم تعمل؟ حتى انه في وزير مهم شوي طلب منك تزفت له شارع بيت حماه ما رديت عليه، فليش هيك عم تعمل؟ جاوب يا طاهر. سيدي المحقق، انا قدام بلاغتكم وفصاحتكم ما بطلع نقطة ببحركم، بس يلي بدي اقوله يا سيدي هو التالي: بجوز كون انا مخطئ من حيث التعالي على البشر وسلوكي الوظيفي الشاذ، وأنا بعتذر على اللي بدر مني، وبعتبر سيدي مقدمتكم الكريمة فرك لأدني، وإن شاء الله إن شاء الله إذا طلعت براءة ما بكون إلا عند حسن ظنكم، ورح أتجنب كل الارتكابات يلي وردت بمقدمتكم. أما فيما يتعلق بالوقائع يلي بتمس طبيعة عملي سيدي، فأنا لما اختاروني حتى أستلم منصب رئيس مجمع البلديات كان شرطي الوحيد عليهم يا سيدي انه يعطوني صلاحية غير محدودة وميزانية مفتوحة ودعم سلطوي ومعنوي حتى اقدر اخدم هالبلد. وللصدق والصراحة يا سيدي الجماعة جاوبوني بالإيجاب واكدوني انه طلباتي كلها رح تتأمن، ووعدوني بالتلبية الفورية والخير العميم. بس اللي صار يا سيدي اني بعد ما استلمت البلديات طالبت ببعض التجهيزات والمعدات والآليات، وصرت ابعت للمسؤولين اللي هن اكبر مني الكتاب ورا الكتاب والفاكس ورا الفاكس، لدرجة صرت اتوسل إلهم توسل، بس للأسف ما كان حدا يرد علي وما كان يوصلني جواب. وبالمقابل سيدي صاروا المواطنين يلحوا بطلباتهم ويحاصروني، والحق معهم سيدي ها، لأنه صاحب الحاجة أرعن، وأنا احترت كيف بدي أخدم هالبلد. بتصدقوا يا سيدي إنه بكل بلدياتنا ما في غير ثلاثة كتربلة وفرستين زفت والباقي كله معطل، وما عم يسمحوا لنا بالسيرات سيدي، السيرات قطع الغيار يعني. قسما بالله يا سيدي وما لكم علي يمين تحلفوني، لما بشوف الطرقات محفرة عم يحترق قلبي من جوا، وعم حس بغصة بحلقي ولاعي بمعدتي من منظر طرقاتنا قدام الأجانب. بتعرفوا سيدي إنه ما في خطاط الطريق، وإنه نص الناس اللي عم بتموت على طريق السفر بسبب عدم وجود الخطوط الفوسفورية يلي بتدل على الطريق بالليل.
بتصدع هالشي سيدي ولا ما بتصدع؟ بتصدع والله العظيم بتصدع. ما أخذوني بحلمكن وعطفكن وعدالتكن يا سيدي، ولا تحكموا علي حكم ظالم، لأنه أنا بالنهاية مجرد مسؤول فافوش. فبترجاكن يا سيدي لا تلبسوا لي الطربوش. يعطيك العافية، ماشي الحال. حسيب الله يحن عليك، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك. رح ابعث للمحكمة اقتراحي ببراءتك وإخلاء طرفك من المسؤولية، وذلك تقديرا للظروف المحيطة بك ولحسن نواياك. الله معك. شكرا سيدي. صدقيني يا رباب، أنا بعمري ما تدخلت بشغل جوزي حسيب، يعني ما صدفت ولا مرة. والله ما بعرف شو بدي إليك يا لميس، بس أنتي بتعرفي هالشغلة مو سهلة بنوب، فيها قطع رقبة وسجن وبهدلة. ليش إمتى محاكمة جوزك؟ بعد ما يتحقق معه. بقى بترجاكي يا لميس، إذا إلي عندك خاطر تحكي لي مع حسيب بك مشان يلتمسه بالتحقيق. مو قصة إنه يلتمسه بالتحقيق، القصة إنه حسيب ما بيرضى ولا بشكل حدا يحاكيه بموضوع حساس مثل هاد. بعدين لا تنسي إنه حسيب حلف يمين بالنزاهة قدام الجهات العليا. طيب أنا شو بدي ساوي؟ قولي لي انصحيني، يعني جوزي وأبو ولادي معقولة أتركه مرمي بالسجن وأنا قاعدة بين أربع حيطان؟ وشو تهمة جوزك؟ جوزي منيف مثل ما بتعرفي، مدير السيولة والنقد العام، وتهمينه بالاختلاس. عفوا رباب، أنا ما بقدر أفتح معه هيك موضوع بنوب، أعوذ بالله شو أفتح معه هيك موضوع؟ والله جوزي بيطلقني وبيحسب الله ما خلقني. تشربي قهوة؟ لا ما بدي أشرب قهوة، اشربيها لحالك. الاسم الكامل؟ منيف ابن سهيل نط الحيط. أمك؟ سلمى بن صالح مزربان. سكن؟ شارع أبو رماني جادة السفارة. العمر؟ 54 سنة. يا منيف، أنت متهم بالاختلاس وسوء الائتمان وفق الواقعة التالية: منيف نط الحيط، مدير سيولة والنقد العام، اختلس من المال العام الموجود في مصرف الدولة مبلغاً وقدره 25 مليون ليرة. فما هو تعليقك وأنت الأمين المؤتمن على المصرف الرئيسي للبلد الذي هو يعتبر بيت مال المواطنين والرعاية؟ وكيف تسور لك نفسك الأمارة بالسوء أن تطال نقوداً هي في المحصلة نقود الشعب؟ ما بتخاف الله أنت بعملتك هاي؟ جاوبني لشوف. سيدي، بليلة ما فيها ضوء أمر، غمضت عين فتحت عين، لقيت حالي مدير السيولة والنقد العام بالبلد، والأموال اللي تحت أمري كتيرة تعادل الملايين والمليارات. بصراحة أنا لما تعينت كنت فقير عدمان، كان على يدين لبيت حماي 40,000 ليرة. فلما شفت النعيم اللي حواليه ضعفت نفسي وشطت ريالتي، خاصة أني كنت شوف الناس يلي ما بتشتريها بقشرة بصلي عم تسحب الملايين بالشناتي وعم تحملها بالزوزوكي. فشفقت على حالي وقلت: يا ولد، أنت المتعلم المثقف الدارس تبع الراتب اللي عم تعطيك إياه الدولة، والجاهل المزري يقش بالملايين. صعبت علي نفسي كتير، صرت مد إيدي للخزينة واسحب منها. والنكتة اني كنت اقول يا ريت يغيروني قبل ما جن وعمل لي شي عملي، بس ما في حدا لحدا وما كانوا يغيروني. كنت اقول يا ريت يعملوا حملات تفتيش ويدقوا حتى خاف وحسب حساب، بس ما كان حدا يدق ولا يفتش، وكأنه ناطريني حتى اوع، لانه المسؤولين اذكياء يا سيدي، وغالبا هيك بيعملوا، بمدوا لضعفاء النفوس اللي مثلي وبيخلوهم يسروا ويعملوا حالهم مو دريانين هيك لحتى يكشفوهم بالجرم الاكبر. المهم شو بدي ساوي؟ ما لقيت حالي إلا وأنا عم بنسى للوسواس الخناس وعم بسلو وحط مصاري دولة، وأنا عم بقول لحالي ما في حدا أحسن من حدا، الكل عم بسلو وما حدا عم ينكشف، وكل شيء حتى أمن لقمة لعيالي ويسترهم بعد مماتي حتى يترحموا علي. بس هلا يا سيدي أنا جمعت المبلغ كله يلي اختلسته
ورجعته كامل غير منقوص لخزينة الدولة على دوز بارة. أتوسل إليك ترحمني وترحم ضعفي، لأني تعلمت من كيسي وعرفت إنه المال الحرام بيروح مثل ما بيجي، وأستغفر الله رب العالمين. أسمعنا أقوالك يا منيف. اقتراح الحكم حسيب، الله يحن عليك، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك. نظراً للظروف المخففة ولاستعادة المال المسروق وعدم السوابق ونبل الغاية المختلس من أجلها، رح اقترح لك الحكم بالبراءة والإعفاء من المنصب. انتهى. شكراً يا سيدي، الله يكتر من أمثالكم يا سيدي. شكرا يا سيدي، شكرا. يعني اقترحت لنا البراءة لمنيف؟ ايه والله يا لميس، لانه طلع بريء الزلمة. يا عيني عليك يا حسيب، هلأ بقدر حمل رباب مني الى اول ما لآخر. شلون يعني؟ يعني رح قلا اني حكيت معك حتى تساعد جوزة وتبري، وهي الحمد لله مشي الحال. لا لا اوعك، شو هاد، انا ما اقترحت البراءة للزلمة مشان تسري انت وياها. لكان شو؟ خلاص لميس خلاص، هيك كانت قناعتي. رحمة الله عليك يا أمي. يلا أنا فايت نام، عندي شغل كتير بكرة. تصبحي على خير. وأنت بالأهله. الاسم الكامل؟ ساطع بدر نجمي. العمل؟ مستشار تعيينات الأول. قديش صار لك بمنصبك أنت؟ 20 سنة سيدي. شوف يا ساطع، أنت أحد المسؤولين الكبار بالوطن العربي عن تعيين المدراء العامين والموظفين الكبار بالدولة، سواء بالمؤسسات العامة أو الوزارات الرسمية، وبالتالي ترشيح الأسماء لاعتمادها وتسليمها فعاليات مختلفة في الوطن العربي، مزبوط ولا لا؟ نعم سيدي مزبوط. ولحسن حظك أنت شخصياً ما عليك ممسك واحد، لا من حيث الأمانة ولا من حيث الاستقامة ولا من حيث السلوك الوظيفي، وبالتالي ما عندك مخالفة واحدة بإدبارتك، وأرشيفك ناصع أبيض لا تشوبه شائبة، وتاريخك المهني نظيف، وصيتك عطر، والرضا عنك بالأوساط العربية جميعا محقق. لكان ليش موافقني سيدي؟ يا ساطع أنا شخصيا عندي شك فيك، شك قاتل، شك دابحني دبح، وصلاحياتي كقاضي التحقيقات الأول بتخولني إني وقفك ولو لمجرد شك. عفوا سيدي، الشك بإيش؟ افهم علي واستوعبني منيح، الله يرضى عليك، ولا تخلينا نتعب مع بعضنا بيكون أفضل. العفو سيدي، بس أنا ما فهمت عليك، ليش؟ أنا ملاحظ من زمان، يعني من وقت ما استلمت منصبك من 20 سنة كمستشار للتعيينات الأول بالوطن العربي، ملاحظ إنه كل المؤسسات المختلفة على تنوع مهامها ويلي انت عينت مدراءها العامين خسراني وعدماني وكل مالها لورا، مما جعل وضعنا الاقتصادي والثقافي والحضاري والسياسي والإعلامي يتردى ويتراجع ويدب الفساد بالبلد. ايه بس انا يا سيدي. لا تقاطع يا ساطع. امرك سيدي. شوف، انت صار لك 20 سنة عم تعين هالناس بمرافق الدولة، مزبوط ولا لا؟ مزبوط سيدي. بقى ايدي على راسك، جاوبني على سؤال واحد بس، وعليك الامان والاطمئنان، وبحلف لك بالله عز وجل وبالمصحف الشريف وبكل ما هو مقدس اني رح اطلق سراحك فورا دون مساءله، وما رح يطلع هالكلام يلي رح تقول لي اياه برات المكتب. منيح هيك؟ شو هو السؤال؟ بتجاوبني بشفافيه؟ بجاوبك ما دامك وعدت انك تخلي طرفي من المسؤوليه، بس يا ريت تأمر باخلاء المكتب لو سمحت. ولك يخرب بيت قلبك، المكتب ما في حدا. ولو يا سيدي، في العنصر. اي ساطع، جاوبني لشوف، ليش الفساد عم يدب بمفاصل الدول العربيه؟ يا سيدي الفساد صار ظاهره عالميه، مو بس عنا، يعني خود مثلا امريكا. لا اخي جاوبني على سؤالي وصلى الله بارك، شو بدنا بغيرنا؟ انا حاسس انه لك دور مهم وكبير بوصول اوطاننا لهذا الوضع الطارئ ووقوفها على شفير الهاويه، فشو هو دورك بالضبط يا سيدي؟ ببساطه
أنا عم عين الرجل غير المناسب بالمكان المناسب، هاي هي كل القصة. ها ها، هلأ طمنت لي قلبي ووصلني حقي ولقيت جواب سؤالي. وعلى ما أعتقد القانون ما بنص على فرض عقوبة لواقعة مماثلة، ولهالسبب رح أأمر بإطلاق سراحك فورا وبالبراءة قطعا. الله لا يعطيك عافية يا حسيب على هالحكم، ولك هذا الشخص هو اللي لازم تقترح له الإعدام يا عديم الفهم. يمكن زعلت مني أمي مو هيك، سبتني لأنه ما لها بالعادة. عروة يلا حبيبي تعا، عم استناك. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، 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 الأرض بتتكلم عربي، تقول الله إن الفجر لم ينص الله. الأرض بتتكلم عربي. صباح خير تمارا. صباح النور. على شو عم تدور حبيبي؟ على شفرات الحلاقة يلي اشتريتهم مبارح. في شفرات على المغسلة؟ صحيح، بس الشفرات اللي كانوا على المغسلة كسرتهم وكبيتهم بالزبالة. يو ليش كبيتهم؟ شو الظاهر ما عم بينعموا مني؟ بالعكس، هدول 3 شفرات بشفرة واحدة، يعني بيعطوكي أنعم دقن وشعور دائم بالانتعاش، بس أنا كبيتهم لأنه صناعة أمريكية. وشو جبت بداله؟ جبت شفرات بلجيكية، لأنه يا تمارا مواقف بلجيكا كانت مشرفة كتير بالنسبة للقضية العربية، بقى أقل منها نحلق بشفرات بلجيكية. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي. ها لقيتهم، رح احلق دقني بالشفرات البلجيكية. يا سيدي نعيما سلفا. يا ستي الله ينعم عليكي. شو عم تشربي؟ شو بدي اشرب يعني؟ قهوة. قهوة شو؟ قهوة امريكية نسكافيه. الله يصلحك ويهديكي على هالعملة يا تمارا، ما قلتلك لازم تقاطعي البضائع الامريكية؟ قلتلي، بس هذا الظرف عنا من زمان. ولو كان فورا بترحشي بزبالة وبترجعي للقهوة التركية. بس أنا مالي متعودة على القهوة التركي. ولك يا حبيبتي يا تمارا، ما في شيء اسمه مو متعودة، بدك تتعودي. اشربي أي شيء، عصير، حليب، حليب ندى مثلا. ماشي الحال، رح اشرب هالفنجان وبعدين بقلب على التركي. لا لا، شو تشربي هالفنجان؟ ولا بتشربي ولا شفي. وهي الفنجان ما أحلانا والله، عند أخذت الزمن عم نشرب قهوة أمريكية، ما أحلانا. يعني فنجان النسكافيه تبعي رح يهز الاقتصاد الأمريكي؟ طبعا لحاله ما بيأثر، بس فنجان فوق فنجان بيجمعوا. وإذا ما سكرت معامل القهوة بأمريكا وقعدوا أصحابها يكشوا دبان ويخصوا عجول، ما بيكون اسمي عروة الأصيل. وبكرة بتشوفي. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي. جاي الظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. جاي الظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. محتاج العدل القوة. أنا شنت لعمة شوى. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمارا، يا تمارا، تمارا. خير خير، شوفي ليش عم تصريح؟ شو جاب معجون هسنان لهون؟ هذا شذا بنتك جابته. وبنتك شذا بسلامة قدرها، ما عادت تعرف تفرشي اسنانها الا بمعجون امريكي. قلت لها هالحكي، قال هي متعودة عليه. ولك حاجة بقى تقليلي، متعودين؟ فقست بتمكن هالكلمة؟ القائمة اللي اعطيتكن اياها لازم تلتزموا فيها بالحرف، وما بدي حدا يخالفها ولا بشكل. بعدين تعي لقلك انت وبنتك، شبه معجون اسنان الوطني، شبه هلأ ما عاد يسوى.
قلت لها هالحكي لشذا، بس قال ريحة المعجون الأسنان الوطني مو حلوة. ها مو حلوة يعني ريحة أمريكا أحلى؟ ولك على القليل هالمعجون هاد في ريحة الوطن، ريحة التراب الوطن، أعشاب الوطن، ولك ريحة عرق عمال الوطن. اتفضلي لكان حتى تنبسطي أنت وبنتك. ها نوع من الشفرات عم تنتع تنتيع، الله وكيلك عم يتنتف معي شعر تنتيف، صار الدقني مثل جلد الدجاجة المسلوخة. شفت شلون هدنك الشفرات أحسن؟ يعني لو حلقت دقنك في يوم ما كانت تنجرحت. معلش يا ستي خليها تنجرح، ما في مشكلة أبدا. شو يعني نزل لي كم نقطة دم؟ شو قيمة هالكم نقطة دم قدام أنهار الدماء يلي عم تسيل بفلسطين الحبيبة وبالضفة وبجنين وبيت لحم؟ يلا أنا نازل على الشغل، بدك شيء؟ لا سلامتك حبيبي. صحيح شو بدنا نتغدى اليوم؟ والله إذا بدك توفري اعملي معكرونة بلبن. بصراحة أنا اليوم مو جاي على بالي أطبخ، حاسة حالي تعبانة شوي. إيه معلش روحي، شو عليه؟ ريحي حالك وأريد الطبخ إن شاء الله. أنا رح أوصيلك على أكل جاهز من السوق ولا يهمك. على شو بتحبي أوصيلك حبيبتي؟ يلي بدك يا، يعني شغلة خفيفة، يا ستيك يا همبرجر يا هوت دوغ. لا حبيبتي لا، لا هاد ولا هاد. من اليوم ورايح بدك تنسخي لي الستيك والهامبرجر والهضق من خاموس حياتك، بدك تنسخيهم بالمرة. لكن شو بدنا نتغدى؟ يا ستي رح أوصيلك على حراق بأصبعه أو كبة لبنية أو لحمة بالصحن، يعني المهم أكلة هيك تراثية وطنية. مثل ما بدك. وبالنسبة للسلطة شو رح تجيبها؟ ها يا ستي رح اجيب لك سلطة أرمنية أو روسية، لأن روسيا من طول عمرها قلبها معنا، وهي يلي وصلتنا لهون، وفي أواصر صداقة متينة بيننا وبينها، بقى مو غلط أبدا إذا أكلنا سلطة روسية. شو علي؟ يلا أنا رح ألبس، بدك شي؟ الله معك. يلا صباح الخيرات، حدا سأل عني شيء؟ لا أبداً أستاذ، ما حدا سأل. أصبح وصيلي على فنجان قهوة وسط الله يرضى عليكي، بس قهوة عربية ها؟ أو تركيش كافي، ما في مانع. تكرم عينك أستاذ. شكراً. شامم ريحة معادية يا نسرين. كيف يعني أستاذ؟ بصراحة شامم ريحة برفان أمريكي. برفان أمريكي؟ ورجيني أنينة البرفان اللي عم تستعمليها لو سمحتي. تفضل هاي هي أستاذ. يا حيف عليك يا نسرين يا حيف، كل شي توقعته منك إلا أنك تبخي برفان أمريكي على جسمك العربي. لك أنت ما عم تشوفي تلفزيون؟ أنت ما عم تشوفي شو عم يصير من ارتكابات ظالمة بحق شعبنا بالضفة والقطاع ومناطق السلطة؟ ما عم تلاحظي الانحياز التام بالموقف الأمريكي لصالح الأعداء؟ بتعرفي إنه بخة هالعطر هي يلي بخيتيها على جسمك ممكن تتحول لبخة رصاص على أطفالنا الأبرياء؟ بتعرفي هالشي ولا ما بتعرفي؟ صدقني ما كان خاطر هالشي ببالي أستاذ، أنا كتير آسفة أستاذ. بالحقيقة هي إجتني هدية وإلا ما كنت استعملتها. حتى ولو كانت هدية مو لازم تستعمليها منوب، كان لازم تكبيها بالزبالة، لأنه إذا نحن ما استعملنا العطورات والديودورانات والمكياجات الأمريكية فأكيد رح تسكر معامل المكياج بأمريكا.
يا ستي، وإذا ما سكرت رح تخسر مليارات الدولارات، مزبوط ولا لا؟ أكيد أستاذ. أصبح يلا رجعي على شغلك، ولا بقى تتلقي من أي إنسان أي هدية مشبوهة بيكون أفضل. هذا أستاذ. منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. يعني كان ضروري يسفقني كل هالمحاضرة مشان فخة برفان. إيه أستاذ عروة، الدراسة صارت جاهزة. أنا دراسة؟ الدراسة اللي طلبت مني عن تطوير خط الإنتاج. هلأ اتركني من تطوير خط الإنتاج، لاحقين عليه. قلي لشوف منين هالتيشيرت اللي لابسه أنت؟ من البالي أستاذ. وليش عم تشتري أوعيك من البالي بقى؟ الشغلة معروفة أستاذ، لأنه أرخص. يعني بصراحة أنا ما عندي قدرة أني أشتري من السوق جديد، هذا هو الواقع. وما انتبهت أنه مرسوم على التيشيرت علم أمريكي؟ بصراحة أستاذ ما انتبهت. ما بصير يا أخي، ما تنتبه، ما بصير منوب. يعني بهالمنعطف التاريخي الكبير يلي عم تمر فيه أمتنا لازم تنتبه لكل شيء. مو عيب عليك تلبس قميص أمريكي والشارع العربي كله من المحيط إلى الخليج منتفض بوش السياسة الأمريكية؟ لك شو أنت؟ مو جاي من الشارع؟ لك مو من الشارع جاي أنت؟ جاوبني. بلا أستاذ، أنا طول عمري من الشارع. اشلح هالقميص لكان بسرعة، اشلحه، لازم تكفر عن غلطتك. شو ما كانت النتائج؟ هلأ بدي اشلحه؟ ايه طبعا هلأ، لكان ايمتى؟ طب وشو بدي البس؟ شو بيعرفني، هاي مشكلتك مو مشكلتي. يلا اشلح عوام. أنا نسرين، اطلبي لي كل الموظفين لاجتماع عاجل بالساحة العامة. المناسبة تعبير عن غضبنا ورفضنا لسياسة القطب الواحد. ايه واتصلي كمان بالمكتب الصحفي، خليه يأمن التغطية الصحفية للحدث، وبسرعة إذا سمحتي. نعم نعم، بدي كل شيء يكون جاهز خلال ساعة بالكثير. الله معك. الموت لأعداء السلام، الموت لأعداء السلام. الله وكيلك يا تمارا، تحول الاجتماع لتظاهرة عنيفة من الغضب والاحتجاج والاستنكار. ايه شو يعني؟ شو اجاكم من هالشغلة؟ لك التانية، قال شو اجانا. مرحبا، اهلين. اهلين بابا، شو شايفك لابسة؟ لوين يا مهوين؟ رايحة على الدورة بابا. انو دورة؟ دورة الانجليزي. ليش لساتك مسجلة بالمدرسة الامريكية؟ ايه طبعا، وين بدي سجل لك؟ ما بيصير هالحكي يا شزا، ما بيصير. شو وين عايشة انت بابا؟ المفروض تنسحبي فورا من هالمدرسة المشبوهة، فورا وبدون تردد. طيب ليش؟ شو السبب؟ قال شو السبب قال؟ ولك الشارع العربي كله عم يقاطع البضائع الأمريكية، ونحن مو لازم نكون نشاز بين هالغالبية المتراصة. ما بقول لك لا، بس هي يا بابا لغة مو بضاعة، يعني صعب كتير نقاطعها، خصوصي إنه اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى بالعالم. أنت عيني، اتعلمي إنجليزي، ما حدا عم يقول لك لا. بس مو ضروري نتعلم بمدارسهم. بس مدارسهم هي الأفضل لتعليم اللغة، يعني بصراحة ما في قدامي غير المدرسة الأمريكية أو المدرسة البريطانية. ولك حبيبتي ما بدنا لا هي ولا هي، لأنه كمان السياسة البريطانية إذنها بالسياسة الأمريكية، هيك إلك يعني؟ طيب افترض أني سحبت من الدورة، وين بدي سجل؟ وين مكان بابا، وين مكان؟ قلت معاهد لغات عنا بالبلد. عندك مثلا دار اللغات الحية،
والسبع تلسون عندك دار كيف ترطون؟ بس هاي المعاهد اللي عم تحكي عنها مو بمستوى المعاهد الأجنبية. بعدين بصراحة جو العام ما بيعجبني. خلصنا بقى عروة، ترك البنت على راحتها، ضروري تحرمها من تعلم اللغة. ومين قال لك عم بحرمها؟ أنا ما عم بحرمها، بس لازم تاخذ موقف جاد من القضايا الساخنة مثل كل هالشارع العربي. وبالنسبة لموضوع اللغة مو مشكلة، محلولة. ما فهمت عليك بابا، شلون محلولة؟ يعني اتعلم اللغة بلا معهد؟ شو علي؟ هو أنت اللي قلتي؟ جيبي كتب من المكتبة وتعلمي. مثلا عندك كتاب تعلم الإنجليزية في 5 أيام بدون معلم، وعندك سلاسل تعليمية مهمة كتير مسجلة على أشرطة كاسيت Simplified Specially for Arab Students. بس لا تنسى أنه هالسلاسل هاي كمان أصلا إنجليزي أو أمريكي. طيب يا ستي جيبي سيديهات كمبيوتر. كمان سيديهات جاية من هنيك. شو الحكي؟ عم تجي من هني؟ لا هي فعلا مشكلة ما حسبنا حسابها. العمى على الورطة. يعني شلون بدنا نتعلم لغتهم ونقاطعهم بنفس الوقت؟ والله شي بحير. يا تمارا، تمارا، تمارا. أهلين عروة، شبك؟ شبك فايت ملهوه؟ هاتي بشارع يا تمارا. خير ان شاء الله. شو في؟ اجت موافقه الفيزا. انو فيزا؟ لك الفيزا تبع امريكا. عروة ما فهمت عليه. بسيطه رح فهمك، لاني بصراحه ما خبرتك من الاول مشان اعمل لك اياها مفاجاه. يا ستي قبل 11 سبتمبر يعني من حوالي 8 شهور قدمت لك ورائك على السفاره الامريكيه مع طلب فيزا، وهلا اتصلوا فيني وقالوا لي انهم قبلوا الطلب وعطوني الفيزا. بألف مبروك يا حبيبتي، صدقيني الدنيا كلياتها مو وسعانتني من الفرحة، صدقيني. بس أنا ما طلبت منك فيزا على أمريكا، ولا بحياتي فكرت سافر على أمريكا، لا قبل 11 سبتمبر ولا بعده. أصلاً شو بدي روح ساوي هونيك؟ لا يا تمارا، لا، شو هاد؟ لا تغلطي، أنت لازم تروحي تولدي هنيك بأمريكا. يوه، وليش حتى أولد بأمريكا؟ شو السبب؟ قال شو السبب قال؟ ولك حتى المولود ياخذ الجنسيه الامريكيه دغري. وليش حتى ياخذ الجنسيه الامريكيه؟ شو لك ليكو غشيمه ليكو؟ ولك حدا بيصح له ياخذ الجنسيه الامريكيه وبيقول لا تمارا؟ لا، وبما انه المولود صبي رح نسميه بدال وليد ويليام.